عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ مصطفى، نعم. أنا جوزي متوفي، وبعدين أنا مريضة ما بتحركش، عندي خشونة في رجلي، طهور إن شاء وبعدين الله. أنا رحت عندي ولاد عليا اسم، سبت بيت الزوجية ورحت عنده تقصدي في عليا العدة؟ اسم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، امرأة مات زوجها وهي في عدتها من وفاة الزوج وعندها مرض، هل يجوز لها أن تنتقل من بيت الزوجية لبيت أبنائها أو بناتها لمرضها؟ نعم يجوز ذلك، والله تعالى أعلم هذا. والمسألة من أصلها فيها خلاف، أعني مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها، فمن العلماء هم الجمهور من يلزمها بالاعتداد في البيت، ومن العلماء كعائشة وعلي وجابر وابن عباس يرون رضي الله عنهم أنها تعتد حيث شاءت، وأختاروا هذا الرأي أنها تعتد حيث شاءت. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فيه رجل فيه راو مجهول، والله أعلم. فلا بأس أن تنتقلي إلى بيت أحد أبنائك أو بناتك، ويتأكد التجويز لكونك مريضة. بارك الله فيكِ.